السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء اللي غنحكيو لكم فيه قصه ديال واحد السرقه وقعات السائق ديال الطاكسي. للاسف الشديد غادي ندويو على مولين الطاكسيات اللي كيخرجوا دائما في الريسك، مولين الطاكسيات اللي كيخرجوا دائما في المشاكل ودائما مهددين بالسرقات وبالخطر. مؤخرا كنا شفنا من الفوقيه اللي شفر واحد الطاكسي وناض واحد الاستنفار امني والحمد لله ان تم العثور على الطاكسي. ايضا البارح سائق ديال سيارة أجرة صغيرة وقفوه جوج ديال المواطنين ركبهم وصلوه المجموعة أربعة كريساوه هبطوه من الطاكسي داو ليه الطاكسي ديالو وداو ليه التليفون وداو ليه الروسيطة. بطبيعة الحال حنا كنستنكروا بشدة التصرفات ضد لا السائقين ديال سيارة أجرة الصغيرة ولا الكبيرة ولا ضد أي طاكسي. غيولي خاف يركب جوج الناس، غيولي خاف يركب كاع حتى شي مواطن. دابا هاد مول الطاكسي واش باقي مازال غيقدر يثيق في شي واحد؟ اذا ركبوا معاه من لاله الياقوت وجابوه حتى المجموعة أربعة وكريساوه وداو ليه الطاكسي وداو ليه التليفون وداو ليه الروسيطة اللي كانت عنده في الطاكسي وزادوا في حالهم. الحمد لله شكرا للسلطات الامنيه، المجهودات اللي كتقوم بان لقاو الطاكسي، لقوه في كارتي كوبا تقريبا في النواحي ديال كارتي كوبا. تم العثور على سياره الاجره ولكن حدود الساعه لا زال البحث قائما على هاد اللصين باردي الكتاف اللي كريساو مول الطاكسي، واللي اكيد حنا بغينا لهم اقصى العقوبات لان هاد الشيء راه كيروع المواطنين. غيولي حتى المواطن يخاف انه يركب في طاكسي، يقدر يقول هذاك اللي راكب معايا مجرم، يقدر يكريسيني، يقدر يقتلني. شي عباد الله السيد مسكين خارج يترزق الله، ما حيلتو الغلاء ديال المحروقات، ما حيلتو للروسيطه اللي خصو يعطيها مول الطاكسي، ما حيلتو للكريمه، ما حيلتو للمشاكل، وتجي انت خارجه بارد الكتاف تهز الطاكسي. علم الله شنو داروا به. ان بحال هذا الشيء يا اما كتكون عندهم النيه طاكسي بياس، يا اما كتكون عندهم النيه انهم يسرقوا به او لا يديروا به شي جرائم. اذا لحدود الساعه كنبغيو نشكروا بطبيعه الحال السلطات الامنيه لا في كازا اونفا ولا منطقه مولاي رشيد اللي بالتنسيق بطبيعه الحال مع ولايه امن الدار البيضاء كيقوموا بالبحث على هاد المجرمين الخطيرين، انهم لحدود الساعه مازالين حرين طالقين، وبما انهم مازالين احرار الا انهم تيشكلوا خطر لا على السائقين ديال سيارة الأجرة ولا على المواطنين. إذا سيارة الأجرة تعرضت للسرقة، الشيفور ركبوا معاه وكريساوه ونزلوه من الطاكسي ديالو وداو ليه الطاكسي وداو ليه التليفون. في اللحظات السائق ديال سيارة الأجرة هذا الشيء كي عند رجال الأمن في انتظار أنهم يلقاو هاد السارقين، هاد المجرمين، هاد اللصوص. تحية ديال الاحترام طبيعة الحال السلطات الأمنية المجهودات اللي كتقوم بها وأيضا السائقين المهنيين ديال سيارة الأجرة الصغيرة ولا الكبيرة اللي تيخدموا مساكن في الريسك، كيخدموا في الليل، تيخدموا بالنهار، تيخدموا في أي وقت. إذا في هذه اللحظات يتم الاستماع لسائق سيارة الأجرة من أجل أنه يقدم شكاية ديالو خصوصا بعد ما تم العثور على سيارة الأجرة الصغيرة واللي سرقوها جوج ديال اللصوص، جوج ديال المجرمين. سلام خويا بخير. لن تحية تقدير واحترام رجال الأمن على المجهودات اللي كيقوموا بها دائما في إطار مكافحة الجريمة في انتظار إلقاء القبض على هاد المجرمين اللي روعوا مدينة الدار البيضاء واللي سرقوا سيارة أجرة صغيرة من المجموعة أربعة بمولاي رشيد. فتحية تقدير واحترام رجال الأمن. للمشاهدين الكرام في انتظار أننا نعرفوا اخر المسجدات والقاء القبض على هاد المجرمين، غنختم معكم هذا البث المباشر على امل ان نتلقى بكم في بث اخر.